بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 54. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونواصل الكلام على ما يستفاد من الآيات من آخر سورة آل عمران، من قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض، إلى قوله تعالى إنك لا تخلف الميعاد. وقد سبق في الحلقات السابقة شيء من هذه الفوائد، ونكمل بقيتها في هذه الحلقة إن شاء الله. فيؤخذ من هذه الآيات طلب غفران الذنوب وتكفير السيئات من الله سبحانه وتعالى، ففي هذا أن العبد محتاج إلى الله جل وعلا، فقير إليه لا يستغني عنه ولا يكف عن دعاء ربه عز وجل. فهؤلاء مع ما يقومون به من أنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ويدعون الله بأنواع الدعاء، مع هذا يطلبون منه غفران الذنوب وتكفير السيئات، لأن الإنسان مقصر في حق الله جل وعلا مهما قدم من الأعمال. فكيف بالذي عنده تقصير وعنده ذنوب وسيئات؟ إذا كان هذا حال المجدين في العبادة والتفكر والتدبر والذكر أنهم لهم ذنوب ولهم سيئات، ويطلبون من الله أن يغفرها لهم، ولم يتكلوا على عملهم ولم يعجبوا بأنفسهم، فهذا مما يوجب على المسلم أن يكون كذلك، وأنه مهما عمل من الأعمال الصالحة فإنه لا يستغني عن عفو الله ومغفرته. الرسول صلى الله عليه وسلم مع مقامه العظيم في العبادة الذي لا يلحقه فيه أحد، يقول في دعائه لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، ويتوب إلى الله عز وجل ويستغفره. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، ويحصي له الصحابة 100 مرة أو أكثر في اليوم الواحد، يقول اللهم اغفر لي. فهذا إذا كان هذا حال الرسول صلى الله عليه وسلم مع ما له من القدم في العبادة التي لا يلحقه فيها أحد، فكيف بنا نحن؟ ويؤخذ من هذه الآيات مشروعية سؤال الله حسن الخاتمة، توفنا مع الأبرار، وأن الإنسان يخاف من سوء الخاتمة فيسأل الله الثبات على ذلك. ولهذا يقول يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ويقول إبراهيم ويعقوب عليهما السلام يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ويقول الله للمؤمنين عموما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الأعمال بالخواتيم. قد جاء في الحديث إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، والرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالأعمال بالخواتيم. ولهذا ذكر الله عن هؤلاء أنهم قالوا وتوفنا مع الأبرار، أي مع الصالحين من عبادك، كما قال يوسف عليه السلام وألحقني بالصالحين.
ويؤخذ من هذه الآيات سؤال الله أن ينجز ما وعد به المؤمنين من خيري الدنيا والآخرة، ففي الدنيا يثبتهم الله على الإيمان وينصرهم على أعدائهم، وفي الآخرة يعطيهم الله الجنة والثواب المقيم. فهم يسألون الله عز وجل ألا يحرمهم مما وعد به سبحانه بسبب ذنوبهم وسيئاتهم، وإلا فإن الله جل وعلا لا يخلف وعده، ولكن هم خافوا على أنفسهم أن لا يحصلوا على هذا الوعد الكريم بسبب من عند أنفسهم. وهذا فيه اعتراف المؤمن بتقصيره في حق الله سبحانه وتعالى مهما بلغ من العبادة. يؤخذ من هذه الآيات الخوف من عذاب يوم القيامة وسؤال النجاة منه، ولهذا قالوا أقنا عذاب النار ولا تخزنا يوم القيامة، ففي هذا الخوف من يوم القيامة الذي غفل عنه كثير من الناس ولم يستعدوا له. وهؤلاء يسألون الله أن ينجيهم من أهوال يوم القيامة ومن عذاب يوم القيامة، ومن خاف من يوم القيامة فإنه يستعد له بالأعمال الصالحة، أما من نسيه فإنه يغفل عن نفسه ويخسر دنياه وآخرته، لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا لا يخلف وعده، كما قال سبحانه وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن هؤلاء خافوا أن يؤتوا من عند أنفسهم وأن لا يحصلوا على هذا الوعد بسبب تقصيرهم، فهم سألوا من الله عز وجل أن يمنحهم ما يؤهلهم لنيل وعده الكريم سبحانه وتعالى. كما يؤخذ من هذه الآيات أن الدعاء أعظم أنواع العبادة، فأنتم ترون أن هؤلاء العباد الصالحون أصحاب العقول السليمة أولو الألباب أنهم أكثر من الدعاء لله عز وجل والتضرع إليه ورفع الحوائج إليه، فهذا فيه مشروعية الدعاء. قد قال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فأمر بدعائه ووعد بالاستجابة، وأخبر أن الذين لا يدعون الله يكونون مستكبرين، وأن الدعاء عبادة يستكبرون عن عبادتي. وجاء في الحديث أن الدعاء هو العبادة، أي أعظم أنواع العبادة، وإلا فالعبادة أنواع كثيرة لكن الدعاء أعظمها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. هذا، ونسأل الله الكريم أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والهداية، وأن يكرمنا وإياكم بطاعته ونيل مرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.